حسين ما ياب كرز وأنا خاطري في كرز، شكلي نساتي على الكرز، والظاهر إن البيبي بيطلع حلو مثل الكرز. الحمد لله على نعمة العقل. هي الحمد لله على نعمة العقل، عيل اكو حرمة عاقلة ترجع بيت رأيلها وهو حاط على راسها شريج. إذا بتقولين هالحكي عشان تضايقيني ولا تحريني، بس آخر همي وفعلا آخر همي وأنا تامة هني بس عشان أحرق دمك. وعشان شنو؟ عشان أقهرك. وأدري أدري إنك تبيني أطلع من البيت، بس ما عوزك. لا لا لا، منو قال إني أبيش تطلعي من البيت؟ لا بالعكس، أبيش تقعدين بالبيت. منو بيغسل هدوم حسين؟ يشيل يحط، وأنت تعرفين أنا حامل ومثقلة آي بطني. بهذه صدقتي، لأن اللي بعمرك وين فيهم يحملون؟ يعني أنا بس أفكر بالياهل اللي بتجيبينه، منو بربي؟